Benedicta tu in mulieribus et benedictus et benedictus fructus ventris ventris tu. كريستين أبو زيد، أهلا وسهلا فيك معنا بتحلى الحياة. فعلا صوتك رائع رائع جدا، مش عارفة عن جد أخذتينا لدني من الأحلام. كريستين حضرتك مسؤولة عن كورال كاتدرائية مار جوارس بوسط بيروت، ومعك رح نحكي عن هلأ الريسيتال اللي رح بيصير، ورح نحكي أكيد عن الكورال. شو بتخبرينا عن هيدي الكورال؟ الكورال تأسس من تقريبا 6 سنين مع بير روبير بستان، بوجه له تحية، وهو سلمني تكون كمان من بعده بما أنه كترت مسؤولياته من بعد الخورنة. ونحن تقريبا من كل الأعمار، في معنا متزوجين، في معنا أولاد تقريبا 12 سنة 13، ومنعيش مثل جماعة أكثر من كورال، مثل عائلة نحن أكثر من كورال حتى. يعني كمان الكورال عم بيحضروا حاليا لحفل ترانيم وريسيتال لعيد الميلاد. عفوا خبرينا أكثر، شو بتضمن الحفل، ولا شو البروجرام، ووين رح يصيروا، أي ساعة طبعا؟ هو ريسيتال نويل ب20 الشهر، يعني نهار الأحد اللي جاية إذا الله راد، على الساعة 8 بكاتدرائية مارجريس المارونية بالسنترفيل، وبيتضمن ترانيم تقريبا من جميع كل اللغات تقريبا. أوكي. من عربي لاجنبي، في انجلي، اسبانيول، فرنسي. هون عم نشوف صور من الكاتدرائيه بوسط بيروت. نعم. هون بالريسيتال هذيك السنه، طبعا هي السنه الماضيه. نعم. نحن بانتظار الريسيتال هيدي السنه، وطبعا كاشيه الكاتدرال لحاله بيعطي طبعاً روح ميلاديه رائعه جدا. اكيد كثير. كريستين انت درستي بكلية الفنون، درستي مسرح. نعم. شو بتخبرينا، يعني كيف، شو اللي جابك على مجال الغناء؟ هو انا وصغيرة كنت دايما غني ومثل بنفس الوقت بالمدرسة، وكبرت معي هيدا الموهبة، صرت بالكورال مع تنور إليا فرانسيس، كان هو مسؤول عني، بوجه له تحية. وكبرت معي شوي شوي الخبرية، و درست بمعهد الفنون لانه كمان كنت حب التمثيل. إليا فرانسيس تبع التنور اللبناني هو اللي شجعك تروحي يعني. نعم. بمجال الاوبرا. نعم. يعني بهالمجال الصعب بلبنان، هو بيعرف قد ايه كمان أكيد حياته المهنيه صعبه. اكيد هو اللي شجعني، قال لي، نصحني، قال لي فوتي على الكونسرفاتوار، عملت شون كلاسيك، وساعتها بما انه فتت على الكونسرفاتوار اخترت انه اعمل بالجامعه تمثيل، تاجمع هول الشغلتين سوا مع بعض. حلو. ليه ما كملت تمثيل، او معقول نرجع نشوفك بادوار تمثيليه بالمستقبل؟ نعم اكيد، يعني عم نحضر هلا كمان كذا مشروع، في اوبرا عم شارك فيها بكورال، وشوي شوي يعني مع الخبره وشويه وقت بصير يمكن اقدر اخذ سولو وادوار اكبر ان شاء الله. نعم. قد ايه انتم اللي بتدرسوا الشان كلاسيك عن جد بتضايق انه بلبنان ما في دار اوبرا وما في مطرح عن جد هيك تفجروا مواهبكم؟ ايه هيدي الشغله بتضايقني صراحه شخصيا كمان، لانه بتحسي انه عم تدرسوا بس انه مع رفقاتك وهيك بس انه لوين، انه اوقات كنا نعمل مره عملنا بالانديو اوبرا، مره ثانيه بكنيسه سان جوزيف، فبتحسي انه ما في مطرح مستقر تعملي فيه اوبرا، ينتج اوبرا. نعم. كانوا بتنطروا بس هالمناسبات مثل هالفترات هيدي. نعم. لحتى تقدروا تبينوا او تعملوا احتفالات او ريسيتالات من هالنوع. بس رغم هذا الشيء عم بيصير فيه، يعني حتى مش بس بهالفترات عم بيصير فيه انه نشاطات اكبر. ان شاء الله مع الوقت يعني عم بيصير في نشاط دار اوبرا بلبنان ان شاء الله. كريستين ابو زيد، نحن استمتعنا باول اغنيه اللي سمعتينا اياها افي ماريا، ما رح نخليك تفلي قبل ما ترجعي تسمعينا اغنيه ثانيه. شو رح تسمعينا هلا؟ يو بيتر واتش اوت. يلا نحن رح نسمعك، تفضلي.
You better watch out, you better not cry, you better not pout, I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. He's making a list, checking it twice, gonna find out who's naughty and nice. Santa Claus is coming to town. He sees you when you're sleeping, he knows when you're awake, he knows if you've been bad or good, so be good for goodness sake. You better watch out, you better not cry, you better not pout, I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. على أمل يجي سانتا كلوز ومعه كل الفرح طبعا بمجيء المسيح، ما في شك من هذا الموضوع.